السلام عليكم الغزالات ديالي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي صحه جيده وتكونوا على خير وبخير. وشكرا لكم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتوصلني، اللي هي تعاليق محفزه كتخليني نعطيكم الجديد ودائما كتعطيني داك الحماس انني نكون دائما اكتيف معكم. بون بالنسبه اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد بيتزا عاديه اليوميه اللي كنديروها دائما، غير انا غنديرها بواحد الطريقه وغادي نديرها بواحد الشكل اخر وبغيت نشارك معكم. فبالنسبه للمقادير كما كتشوفوا اللي غنحتاج في البيتزا ديالي، عندي الدقيق اللي هو نوع ممتاز، عندي الزعتر هنايا اللي منقياهم مسخناه في البوطا وحكا باش كيعطي ديك النسمه ديالو الزويونه، عندنا الملح، عندنا الخميره يعني العاديه تاع الخبز، وعندنا واحد جوج معالقات ديال الزبده، عندنا الثوم، عندنا سميتها الفلفله خضراء، فلفله حمراء ما مصفراش عندي، لا مصفره عندكم ديروها هكا دوائر خضراء، انا غنستعملها هكا خضراء انا ما غاديش نشحرها. عندي دوائر تاع البصله حتى هي، عندي صوص طوماط اللي انا ساده بالنسبه لهاد الصوص هذه ماما مصاغباه ديال الدار، يعني ماشي صوص طوماط اللي كنعرفهم كيتخادو يعني في المعلبات ولا اخره. هنايا انا نسمت بشويه ديال الزعتر مليحه وبزار وشحرتها واحد شويه. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاج الزيتون الاسود هذا اللي كنت درت معكم البنات، اللي كنت درته بالملحه، ها هو وجد، كيجي الصراحه زوين وغزال. وعندنا الفرماج موزاريلا، وعندنا الزيتون مقطع. بالنسبه لدابا غادي ندوزو نوجدو العجينه ديال البيتزا ديالنا. وبالنسبه لهاد البيتزا ديالنا العجينه غادي نخلطها انا بالحليب، الحليب نيدو البنات، خلطوه بشويه ديال الماء دافي وعجنوا به البيتزا ديالنا، صراحه كيعطيها واحد اللي كتجي رطبه وكتجي زويونه. يعني البيتزا الا بغيتي الباط ديالها تنجح لك وهي تخلطيها بالحليب نيدو وديري فيها حتى تعجنيها مزيان، انا غنوريكم الطريقه ديالي، وديروا فيها الزبده وتبداو تعلكوها مزيان كتجي زويونه وكتجي لينه. نبداو على بركه الله. غادي ندير الخميره ديالي، غندير واحد نص معلقه صغيره ماشي بزاف، غادي ندير المليحه صافي، غادي ندير الزعتر وغنخلي واحد شويه باش في الاخير باش نديرو من الفوق باش كيعطي ديك النسمه ديالو زويونه صافي. وغادي نخلط العجينه ديالنا كما كنشوفوا، صراحه صدقوني البنات راه كتجي غزاله وكتجي زوينه، وانا كيعجبني نخلط كيف قلت لكم دائما كيعجبني العجن بيديا، ما كتعجبنيش سميتها ديال الطو يعني العجانه ديال الطو صافي. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كما كتشوفوا غادي نجيب واحد الطورشون باش غادي نمسح، انا صراحه كيعجبني نخدم على سطح العمل هكايا احسن صافي. غادي نحط العجين ديالنا وغادي نجيب ديك الزبده غادي نديرها صافي، وغادي نبقى نعجن العجينه، هي شويه غتبقى تلصق لكم ولكن من بعد صافي راه غادي تولي مندمجه مع الخليط ديالنا اللي هو العجينه صافي، وغادي تولي لينه وغتولي زويونه. هي شويه الصراحه كتجي شويه هكا كتعصب ولكن شويه راه غادي تجمع، ما غتبقاش هكا يعني مع العجينه غادي تجمع. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كما كتشوفوا هي كتولي متماسكه، كتولي بهذا الشكل هذا، الصراحه راه كتولي غزاله وزويونه، وحتى في الباط ديالها كتجي غزاله ورائعه صافي. غادي نكتفي، غادي نجمعها ببلاستيك غذائي وغادي نحطها في الجانب ديالنا شويه ترتاح واحد شويه صافي. كما كتشوفوا العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت واحد شويه صافي، غادي نخليها في الجناب وغادي نجيب المول ديالي اللي غنصاغ فيه البيتزا صافي. غنحاول ندهنو بالزبده صافي. من بعد ما دهنت المول ديالي بالزبده كما كتشوفوا غادي نجيب العجينه ديالي، الكميه اللي انا غادي نحتاج يمكن انا لا كثرت بزاف صافي، غادي نجيب الكميه اللي غادي نحتاج، يعني عادي غنديروا ليها بحال الرغيفات. علاش كنرغيفات؟ لحقاش انا البيتزا ديالي صراحه ما كنمشيهاش في الدقيق نهائيا هكا صافي. وغادي نسرحها، يعني غادي نبقى نسرحها هكايا في سميتو في المول ديالنا. بعد ما قرصت البيتزا ديالي كما كتشوفوا انا علاش كنقول لكم البنات هكايا من الاحسن بلا ما ديروها يعني في الدقيق وديكوها باش تجيكم على حساب المول ديالكم وتاخذوا العبار ديالكم بيديكم احسن. المهم انا ديال الطريقه اللي كتريحني، ما كنبغيش ندير المدلك ونديرها صافي. غادي نجيب واحد الزليفه ديالي اللي غناخذ بها العبار، غنجي في الوسط تاع المول وغادي نضغط هكا يعني باش نعبر صافي، وغادي نحيد المول ديالي.
غادي نجيب السكين ديالي الموس وغنجي لهاد الدائره اللي عبرت صافي، وغادي نبدا نقطعها هكا على هذا الشكل هذا. معنا عندي العجينه لينه ودايره، يعني ما قصحاش، خفيفه بزاف. صافي غادي نبدا نقطع هاد السميتو عند الدائره ديالي، وغادي نحبس ان هاد سميتهم غادي نحتاجهم من بعد، غادي نديرهم كتزيين يعني البيتزا ديالنا. وعاد هاد البلاصه هذه غادي نجيب لها واحد الشويه ديال العجينه اللي غادي نديرها فيها واحد الطريقه اخرى. مهم بقاو معايا حتى النهايه وغادي تعرفوا على الطريقه اللي غادي نزربوا. صافي نجيب الشوكه ديالي البنات، غادي نثقب البيتزا ديالي هكا باش ما تخليش. غادي نجيب الصوص ديالنا صافي، غادي نديرو يعني ما غاديش نقيس هاد المثلثات الصغار، غادي نحاول يعني نبسطو على هاد المقياس هذا كما كتشوفوا. هاد الصوص ديالي غادي نجيبو البنات شويه ديال الفرماج، انا كيعجبني الفرماج هكا نديرو شويه في الصوص ديالنا باش كتجي ديك البيتزا معلكه، وكتجي دوك الخيوط كيخرجوا منها كتجي زويونه الصراحه. صافي غادي نضيف الطوم، كيعجبني انا الصراحه كتعجبني بالطوم احسن من الكفته، اولا كتعجبني هكا بالكروفيت والكالامار، اما بالكفته ولا ما كتعجبني الصراحه، وتا ديال الخضره كتعجبني. صافي غادي نجيب ديك البصله، غادي نمشيها على هاد الدائره ديالنا كما كتشوفوا هكا. بعد غادي نجيب الفلفله حتى هي بنفس الطريقه، غادي نمشيها على البيتزا ديالي. تكوني هكا بالخضره ما كتكونش مشحره كتجي احسن وكتجي لذيذه على الاخر. الزيتون ديالنا اخضر، فهاد بالنسبه للزيتون هذا كيبقى اختياري، اللي كيعجبو يديرو اللي ما كيعجبوش ما كيديروش، لكن انا الصراحه كيعجبني كيعطي ديك النسمه بحال زيت الزيتون، كتجي زويونه واحسن يعني ماشي بزاف، ما غنكثروش بزاف، واحد شويه وصافي. صافي اخر حاجه غادي ندير وهي الفرماج ديالنا. صراحه صدقوني البنات الفرماج قد ما كثرتو في البيتزا ولا ليكيش ولا كيتعطيه واحد النسمه، ولا دوك فطائر اولا مالحين كتعطيهم واحد الجمال وواحد المذاق احسن صراحه. انا كيعجبني الفرماج بزاف كثرو في البيتزا ديالي الصراحه. صافي في دابا ساليت انا البيتزا ديالي، غادي نجيب هاد المثلثات ديالنا وغادي نحاول نشكل بهم هكايا يعني حتى نسالي المثلثات كاملين كما كتشوفوا هكا، ومن بعد غادي نزينهم بالزيتون الاسود كتشوفوا هكا. غادي نجيب الزيتون ديالي اسود وغادي نحطو الاخر ديال هاد المثلث ديالنا هكا باش كنضغطو عليه، وفي نفس الوقت كيشد داك القياس ديالو يعني ما غاديش يتحل لينا. تقوني راه كتجي لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، رائعه وزوينه. وانا الصراحه كيعجبني هكا نتفنن في اي اكله، تعجبني ندير ليها ديكور خاص ديالي انا. بالنسبه لهاد الدائره البنات ما غاديش نخليها انا خاويه، غادي نجيب بيتزا ديالي غادي نديرها بواحد الشكل اخر، انا غنوريكم الطريقه. البنات كما كتشوفوا سرحت انا البيتزا ديالي وقطعتها بالكاس يعني السمك اللي بغيتو نتوما، غادي نجيب هاد النص ديال الكاس ديالنا صافي، وغنبقى نقطع الشائح على النص هكايا. من بعد ما قطعتهم كاملين كما كتشوفوا صافي، غادي نجيب هاد الشرائح ديالي وغنبقى نحطهم بهاد الشكل هذا، غادي نبقى نحط ونضغط هكا باش يلصقوا ليا مع بعضياتهم. هما مع الخميره ملي غادي يختمروا غادي يلصقوا الرسو، ولكن واخا هكا كنحاولوا نضغطوا عليهم. انا غادي نشكل بهم هنايا واحد الورده اللي هي كبيره باش نديرها في الوسط ديال البيتزا ديالي. صافي غادي نستمر هكا حتى نسالي. والبنات من بعد ما سرحتهم كاملين غادي نجيب الصوص ديالي،
غادي نحاول ندير غير شويه، ما غاديش نقوي بزاف هكا صافي. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي السميطه ديالي كامله. الصوص ديالنا غادي نجيبو الطون، غنبقاو نديرو غير واحد شويه وصافي باش نسمو حتى الوريضه ديالنا حتى هي. فهنا غادي نكتفي غير بالصوص والطون والفرماج موتزاريلا فقط، يعني ما غاديش حتى الموتزاريلا ما غاديش نديرها في وسط هنايا، غندير غير الطون والصوص بوحديتها صافي. كما كتشوفوا من بعد صافي غادي نبقى نجيب سميتو ديالي وغادي نبقى نلويهم هكايا بهذه الطريقه هذه حتى نسالي الرولو ديالي كامل. بعد ما لويت الوريده ديالي كما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. فانا الصراحه ما كفاتنيش العجينه، ممكن نتوما ديروا اكثر، فكتجي بهذا الشكل هذا كتجي رائعه وكتجي زوينه. ومازال ملي غادي دابا نديرها في الفران يعني مع الخميره غادي تشرب وغادي تجمع كامله وغادي تجي على هذا الشكل الوريده ديالنا. فبالنسبه للديكوراسيون هنايا البنات ماشي ضروري ديروا هكا، ممكن مثلا تخليوها خاويه وديروا فيها السلطه هنايا وتاكلوها، اولا فخيت اولا المهم اي حاجه. فانا بغيت نزوقها هكا بهذه الطريقه هذه وبصحتكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا المورده اللي صراحه كتجي رائعه، لا في الشكل ولا في المذاق ديالها، وصدقوني والله العظيم الا كتجي زوينه وسهله في التحضير. راك شفتوا تابعتوا معايا الطريقه كيفاش دايره، سهله ما فيهاش صعوبه. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم ولقات تعاليق زوينه البنات، اللي صراحه كتخليوني نتوما اللي كتعطيوني ديك الطاقه الايجابيه باش كنعطيكم دائما الجديد ودائما ان شاء الله الجديد معايا. فشكرا لكم بزاف بزاف على المتابعه، وما تنسوش البنات لي لايك، وشكرا لكم مره اخرى على التعاليق الزوينه اللي كتوصلني منكم. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال وصفه اليوم، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم، ودابا نخليكم سلامه.